مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم صانعي السلام Les Artisans de la Paix. اليوم اخترنا لكم بورتري السيدة مايا الجريبي. مايا الجريبي المناضلة التونسية التي عارضت نظام بن علي. مايا الجريبي هي أول امرأة تترأس حزبا سياسيا في تونس. عارضت نظام بن علي، ثم عارضت إقصاء أعضاء حزبه من العمل السياسي، وفضلت خيار المصالحة. ولدت مايا الجريبي يوم 29 جانفيي 1960 في مدينة بوعرادة من أم جزائرية الأصل وأب تونسي. تلقت تعليمها في رادس جنوب العاصمة تونس، حيث تقيم أسرتها، وفيها حصلت على الثانوية العامة، ثم انتقلت إلى مدينة صفاقس عام 1979 للدراسة في كلية العلوم، ونالت البكالوريوس في البيولوجيا عام 1983. دخلت الجريبي عالم السياسة مبكراً من خلال والدها الذي ناصر الزعيم التونسي صالح بن يوسف ضد الحبيب بورقيبة إبان الاستقلال في 1956. نشطت حقوقياً أوائل الثمانينات في فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في صفاقس، وناضلت من أجل رفع وعي المرأة والدفاع عن حقوقها. وشاركت مايا الجريبي في تأسيس حزب التجمع الاشتراكي التقدمي برفقة أحمد نجيب الشابي، وهو الحزب الذي تغير اسمه لاحقاً إلى الحزب الديمقراطي التقدمي، ونالت عضوية مكتبه السياسي عام 1986. تولت مايا الجريبي مسؤولية الإعلام في الحزب، وكانت من النساء القلائل اللائي عارضنا بقوة نظام بن علي وسياسته الاستبدادية ومنطقه في تسيير الدولة، وانتخبت عام 2006 على رأس الحزب خلفا لأحمد نجيب الشابي، وأصبحت أول امرأة تقود حزبا سياسيا في تونس، والثانية على مستوى المغرب العربي بعد زعيمة حزب العمال الجزائري لويزا حنون، ثم لحقت بهما نبيلة منيب المغربية على رأس حزب اليسار الاشتراكي الموحد. دخلت مايا الجريبي في إضراب عن الطعام في أكتوبر 2007 مع أحمد نجيب الشابي، احتجاجاً على قرار المحكمة طرد الحزب من المكاتب التي يشغلها وسط العاصمة تونس. وبعد الثورة رفضت إقصاء أعضاء حزب التجمع الدستوري، أي حزب بن علي آنذاك، من الترشح للانتخابات التشريعية والحياة السياسية، لأنه يعتد منطق العقاب الجماعي، وهو ما يتنافى في رأيها مع مبادئ الديمقراطية. واعتبرت العدالة الانتقالية ومحاسبة من تورط في الفساد وصنع القرار هو الطريق الأسلم. وفي أكتوبر 2011 قادت الحزب في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي، وانتخبت عضواً في المجلس، وترشحت لرئاسته، وحصلت على 68 صوت مقابل 145 لصالح مصطفى بن جعفر. وكانت الجريبي من بين القلائل ممن تصدوا بشجاعة لقمع نظام الرئيس السابق التونسي بن علي. كانت مايا الجريبي من أشرس المعارضين لنظام زين العابدين بن علي وسياساته الاستبدادية، وخاضت عديد المعارك في سبيل الديمقراطية. ساهمت في الحراك السياسي في ثورة 17 ديسمبر و14 جانفي، وقادت حزبها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وانتخبت عضواً في المجلس عن دائرة بن عروس. وعرفت الجريبي
التي تركت بصمات قوية في صياغة دستور حداثي لتونس بعد الثورة بمواقفها القوية الداعمة للحريات والمناهضة للديكتاتورية. توفيت مايا الجريبي يوم 19 ماي 2018 عن عمر 58 عاما بعد صراع مع المرض. ونعى الحزب الجمهوري أمينته العامة السابقة ووصفها بالزعيمة، كما نعتها أحزاب تونسية بينها حركة النهضة التي وصفها رئيسها راشد الغنوشي في بيان بالحقوقية الشجاعة والسياسية المرموقة والصحفية الملتزمة، وقال بأن تونس بوفاتها فقدت إحدى أبرز رموزها النسائية.